نسوي رح ننفذ الموضوع رح ننفذه. فالموضوع انه نوقف الموضوع كله شيله من راسنا. ترتاح شوي ولا نعملها مره ثانيه؟ لا لا هو مره ثانيه يا رب. حتى لو حطيت شيء تحت ترى مصطفى لو طيحة انت من ضمن 12 متر لو طحت على الخده هذه ما حس ما راح تفيد. برنامج خاص ولكنه سقط أثناء تنفيذ أحد عروض الخدعة البصرية الصعبة. يعني أسوي الحركة دكتور؟ أنا ما بقدر. أنا عم بعطيك إنجكشن مليها. الحركة هذه قدمتها يمكن من 4 شهور. صار في خطأ فيها. فكت رجولي من ارتفاع 12 متر تحت على الأرض جنب كسور في الحوض 3 كسور كسر في الكتف النزيف داخلي بالرئتين. كوني إنسان طموح جدا وما في أي مخاطرة ممكن تخوفني فقررت أني أسوي الحركة هذه مرة ثانية.